الثامنة من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإليكم عناوين النشرة. توسيم ثلة من العسكريين والأمنيين والمدنيين من المشاركين في ملحمة بن قردان، ووزير الداخلية يقول إن تونس لا تتعرض حاليا لأي تهديدات إرهابية. في اليوم العالمي للمرأة إرساء لجنة لمراجعة عطلة الأمومة والأبوة وما قبل الولادة والمصادقة على استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء تتواصل رغم المبادرات، وزير العدل يؤكد سحب مبادرة الحكومة في حال وصول الأطراف المختلفة إلى حل. أهلا بكم. إحياء للذكرى الأولى لملحمة بن قردان، انتظم صباح اليوم بقصر قرطاج موكب رسمي أشاد خلاله رئيس الجمهورية بالالتحام البطولي لأهالي بن قردان برجال الأمن والجيش الوطنيين، مثنيا على جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية. كما قام رئيس الجمهورية بالمناسبة بتوسيم ثلة من العسكريين والأمنيين والمدنيين ممن شاركوا في التصدي للهجوم الإرهابي الجبان على هذه المدينة. أثنى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في كلمة ألقاها بمناسبة موكب إحياء الذكرى الأولى لملحمة بن قردان على المشهد البطولي الذي التحم فيه أهالي بن قردان برجال الأمن والجيش الوطنيين، مشهد أثبت وحدة تونس الصماء في مواجهة الإرهاب على حد تعبيره. أبناء تونس هم اللي خلصوا تونس من الأوضاع اللي هي فيها، ولهذا أحيي رجالات تونس من الجيش ومن الأمن وكذلك أيضا من المواطنين، ومواطنين بن قردان أقاموا الدليل أن الانقسام بين الجنوب والشمال هذه أسطورة خاطئة يروجها المشككون. كما أشاد رئيس الجمهورية بجاهزية قوات الأمن والجيش الوطنيين عددا وعتادا في التصدي للإرهاب، مذكرا في ذات السياق بإحداث وسام الوفاء والتضحية عرفانا لمن ساهم في المسيرة الملحمية التي حازت اعترافا دوليا واسعا. تونس وقفت لوحدها ونجحت في هذه العملية. لماذا؟ أولا لأن قواتنا المسلحة وأعواننا ورجال الأمن كانوا في جاهزية أحسن بكثير، وهذا نتيجة العمل الدؤوب اللي قاموا به مدة السنتين الفارطتين والتكوين، وكذلك أيضا التجهيزات يعني العسكرية والأمنية التي يعني وفرتها الدولة. وكان رئيس الجمهورية قام قبل إلقاء كلمته باستعراض تشكيلات عسكرية وأمنية بالإضافة إلى تشكيلات تابعة للحرس الوطني والديوانة، ثم تولى توسيم عدد من العسكريين والأمنيين والجرحى من المدنيين ممن شاركوا في التصدي للهجوم الإرهابي بمن قردان الذي دارت أحداثه يوم 7 مارس 2016، اعترافا وطنيا بالتضحيات المقدمة في سبيل مكافحة الإرهاب والتصدي له. وتولى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر قرطاج ترقية العميد حبيب الضيف المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع إلى رتبة أمير لواء. وقائع ملحمة بن قردان، وقائع تم تجسيدها في معرض وثائقي قدم الأحداث بالصور والشهادات عودة على ما شهدته المنطقة من أعمال بطولية التحمت فيها جهود القوات العسكرية والأمنية والمدنيين ومثلت منعطفا حاسما في التصدي للإرهاب في تونس. بهذه الأماكن وهذه الأحداث تعود بنا الذاكرة إلى يوم 7 مارس من السنة الماضية، أحداث إرهابية جسدت ملحمة بن قردان ضد أعداء الوطن والحياة والدين، راح ضحيتها مدنيون ورجال من الجيش والأمن، لكن سرعان ما أغلقت بن قردان باب حصنها في وجوه من أرادوا العبث بأمنها وبأمن تونس. أكدت التضامن تاع الشعب التونسي وتضحية تاع الشعب التونسي والتونسي وقت الأزمات تلقاه لازال شكون مصيرها
تصور في عقلك، احنا كشعب تونسي شعب مسالم، شعب نحب الحريه، نحب نعيشوا، نحب الناس. تتصور انت كمش مرجال ذاك موقف بنقردان. بلادي قبل أولادي ووطني قبل بطني، كلمات نطق بها والد الشهيدة سارة حفرت في أذهان التونسيين. واليوم إحياء لذكرى الملحمة التي شهدتها مدينة بنقردان، انتظم معرض يوثق بعضا من الأماكن بالمنطقة شهدت أحداث الملحمة بهدف تغذية الذاكرة الشعبية بهذه الوقائع. حبينا المواطن التونسي اللي ما عرفش بنقردان ولا حتى أجنبي يتعدى من هنا وسامع على أحداث بنقردان اللي هي صارت اليوم، نحيو الذكرى الأولى للملحمة اللي صارت في بنقردان. حبيناه كي يدخل قاعة العرض يحس روحه في بنقردان. وزير الداخلية الهادي المجدو وعلى هامش افتتاحه للمعرض الوثائقي أكد أن الوضع الأمني بالبلاد مستقر إجمالا، وأن تونس لا تتعرض حاليا لأي تهديدات، مؤكدا أن جميع الأمنيين متيقظين لكل من يحاول المس من حرمة البلاد. الحكاية ماهيش شكلية فقط، معناها من حيث الرمزية لابد أن يكون حاضر في ذهن التونسي، لابد أن يكون حاضر في الذاكرة الشعبية العبارة اللي خرجنا منها من بنقردان، مهم ومهم ياسر بالنسبة لنا. الذكرى بطولية تستحق التخليد في الذاكرة الشعبية والوطنية، أيضا لما تحمله من ترسيخ لثقافة الحياة والانتصار ضد أعداء الوطن والذود عنه. تحتفل تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمرأة. المرأة من التمكين القانوني إلى التمكين الاقتصادي كان موضوع ندوة وطنية نظمتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة. الندوة كانت مناسبة ثمن خلالها الأطراف المشاركون المكتسبات التي تحققت للمرأة التونسية وسبل تدعيم مشاركتها في الاقتصاد الوطني. تكوين لجنة لدراسة مقترح تنقيح الفصل 48 من قانون الوظيفة العمومية والمتعلق بعطلة الأمومة هو ما أذن به رئيس الحكومة وأعلن عنه خلال الندوة الوطنية حول المرأة في تونس. تفاعلا مع لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب، قد أعطينا الإذن بوضع لجنة تدرس مشروع مراجعة وتعديل عطلة الأمومة والأبوة وعطلة ما قبل الولادة، مما يمكن المرأة من عطلة مدفوعة الأجر قبل الولادة ضمانا لصحتها وصحة جنينها، إلى جانب تمكين أحد الوالدين على حد السواء من عطلة ما بعد الولادة تفعيلا لدور الأب في الاعتناء بمولوده. مقترح تنقيح الفصل المتعلق بعطلة الأمومة إن تمت المصادقة عليه سيعزز المكتسبات التي تحققت للمرأة التونسية على المستوى القانوني، فيما يبقى السعي لدفع التمكين الاقتصادي لها بتعزيز حضورها في سوق الشغل. 28% من النساء بركة يشتغلوا، اللي احنا الطموح متاعنا نحب نأكد عليه أنه في 2020 إن شاء الله يكون نسبة 35%، وإن شاء الله إذا كان فما أمن، إذا كان فما استقرار، إذا كان فما معناها الإرادة السياسية في الحكومة الوحدة الوطنية متوفرة، إن شاء الله نخلطوا للخمسة وثلاثين وإن شاء الله نفوتوها. ولأن أكثر من 40,000 امرأة يعملن كمعينات منزلية ويفتقدن الحماية الاجتماعية، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على دراسة اتفاقية دولية في المجال. ما تنجمش المتفقد يدخل في كل وقت ويشوف متفقد الشغل، تنجمش الضمان الاجتماعي يشوف، هي في بيوت مغلقة أحيانا مظلمة، ولذلك المصادقة على الاتفاقية 189 قاعدين ندرسوا فيها ونحاولوا باش نشوفوا شنو اللي فيها، شنو اللي في تشريعاتنا موجود، شنو اللي مش موجود، بغرض إذا كان صدقنا عليها طبعا لابد أن نغير هذه قانون العمل. الندوة كانت مناسبة لاستعراض بعض التجارب المقارنة، وقد أكدت سفيرة المغرب بتونس أن التمكين القانوني والاقتصادي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل يجب أن يوازيه تغيير في العقليات. ما يهم أكثر ليس هو
المساواة وإنما ثقافة المساواة، لأن هذا هو الشر الوحيد حتى تصبح نتائجنا نتائج دائمة وحتى يتملك المجتمع ككل قيم المساواة. وعلى هامش أشغال الندوة قام رئيس الحكومة بتكريم ثلة من النساء التونسيات، وزار معرضا انتظم بالمناسبة وتضمن بعضا من المنتجات التقليدية لعدد من الحرفيات. مبادرة التمديد في عطلة الأمومة إلى شهر قبل الولادة وأربعة أشهر بعدها التي من المنتظر المصادقة عليها قريبا لاقت استحسان عديد العائلات التونسية، فطالما كانت عطلة الأمومة هاجسا يشترك فيه معظم أفراد العائلة. تغالبنا خطواتهن في طريق الذهاب إلى عملهن أو في قضاء حوائجهن تعبا أو حذرا قبل أسابيع أو أيام عن ولادتهن. أخريات تسابقن الخطوات إثر إنهاء عملهن للحاق بأبنائهن أو بناتهن بعد شهرين عن الولادة. مشهد قد يتغير مع مقترح التمديد في عطلة الأمومة إلى شهر قبل الولادة وأربعة أشهر بعدها. إن شاء الله صحيح، إن شاء الله مشكلة مكاو صحيحين شوية برشا زاد. أي بيه أنا سمعتها الحكاية عجبتني والله، وأنا في ثنية إن شاء الله ما صابي صدقوا علي قبل ما نولد. حاجة باهية حاجة باهية بالنسبة للصغيرات المرأة والحاجة كراحتها، وبالنسبة للوليدات زاد يترباو وسيرتو لاليتمون معناها الأم الصغير يتغذى لو ماكسيموم من أمه معناها بور إيفيتي بليزيغ مالادي زاد. كي هكا وليت أربع شهور نجم نزيد صغير علاش ليه؟ أنا عندي زوج بنات. خير أنا محل القرار هذا يصدر بعد اللي ولدت معناتها شهرين وزدت شهر وحده. هما تربي ولادها ساعة يكبر شوية وبعد ترجع لخدمتها تولي. يخرجوا مقدنا هكايا طرف الحايمة صغيرة مساكن يخرجوا بيهم يمشيوا للقاغد عليه. كأم تبدا مشغولة على البيبي نتاعها وتبدا متقلقة وتزيد تتعطل في خدمتها، هاي رجعت خمسة شنيوم هاي عاودت غابت شهر. مخها ما يغير ما نصورش باش تقدم حتى حاجة جديدة في خدمتها. التمديد في عطلة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع العام مبادرة أكدت عضو لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب يمين الزغلامي، أكدت أنها تعد كسبا كبيرا للاستقرار النفسي والاجتماعي للعائلة والأطفال، فيما اعتبرتها أستاذة علم الاجتماع فتحية السعيدي اعتبرتها دعما للجانب الاجتماعي. عندما نعطي للمرأة الحامل عطلة أمومة ما قبل الوضع نحن ندعم الجانب الاجتماعي لأننا بذلك نعطي منها فرصة لإنتاجية أوفر. هي عطلة أمومة موجودة، المرأة توصي الآن تتمتع بشهرين عطلة أمومة، لكن نحن باش يقع إقرار عطلة قبلية إن شاء الله بشهر، ثم عطلة بعدية بأربع شهر خالصة الأجر. تحال المبادرة في تنقيح فصل لمجلس نواب الشعب، هنا ننكبوا على نقاش إن شاء الله في ظرف وجيز ثم تحال الجلسة العامة. تمديد في عطلة الأمومة من شهرين فقط بعد الولادة إلى شهر قبلي وأربعة أشهر بعد الولادة، مبادرة تنتظر المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب وتفعيلها على أرض الواقع قريبا. وقد كانت الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 17 و2020 و2000 محور جلس مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشهد، وصادق المجلس على المحاور الرئيسية للاستراتيجية المتمثلة في توفير المعطيات الدقيقة والمحينة حول أوضاع وحاجيات النساء في المناطق الريفية ووضعها على ذمة المتدخلين واعتمادها في المخططات التنموية، مقاومة الانقطاع المدرسي المبكر لدى الفتيات ومقاومة ظاهرة الأمية، وضع تشغيلية النساء وتسيير مرورهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل وتمكينهن من ظروف العمل اللائق، تقريب الخدمات ومقاومة العنف ضد المرأة ونشر ثقافة المواطنة وتأهيل النساء والفتيات للمشاركة الفاعلة في الحكومة المحلية وفي موقع القرار أو في الحوكمة المحلية وفي موقع القرار. الاحتفال بعيد المرأة لا يحجب ما تتعرض إليه المرأة من عنف، إذ كشفت إحصائية لجمعية تونسيات تعرض امرأة على اثنتين للعنف. الجمعية قدمت أيضا قراءتها لمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة. امرأة على اثنتين تتعرض للعنف، معطى تؤكده كل الدراسات المسحية الوطنية لظاهرة العنف المسلط على النساء. ناكل كل يوم التريحة، فديت رجعت لدارنا
ولدي ها عندي نصرف عليه انا نخدم فام دي ميناج في شركه ما يخليني بشرنا ولده. مزال عايش معاك؟ مزال معايا هاي تسكت الماء بتاع بالدليل معناها مش يخلص فيها انا تقعد حتى انا نخلصها معناها والدليل فلوس انا تو في الطلاق فهمتي عليه خاطر راجلي يسكر برشا ويضربني و... عندك صغيرات؟ عندي 4 صغار. شنو الاسباب؟ والله يشربوا معش فهمتي كل مره هكا مد على يديه برشا حاجات. كيفاش العنف اللي تعرض له؟ يضرب مثلا يجبد عليه سكينه فهمت كل مره كيفاش كيس معناها قدام صغارك؟ اي قدام صغاري. ولئن تعددت أسباب العنف ضد المرأة وأشكاله فتبعاته النفسية على المرأة المعنفة وتأثيرته على التوازن الأسري تكاد تكون نفسها. تأثير كبير ياسر، تأثير سوى عليها هي على صورتها لها هي. كما تعرفوا معناتها العنف أكثر حاجة تمس من الإنسان في ثقته في نفسه في إحساسه بذاته بإحساسه بقيمته، وهذا بطبيعة يأثر على علاقتها مع صغارها. صغار أكثر حاجة نراوها هي الإحساس بعدم الأمان الانسيكوريتي، وعدم الأمان هذا باش يولد قلق، والقلق باش يولد أنه صعوبات دراسية صعوبات اضطرابات سلوكية. العنف المسلط على المرأة موضوع اشتغلت عليه جمعية تونسيات واختارت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقديم قراءتها لمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي يناقش في مجلس نواب الشعب. الناحية الزجرية اللي هي مهمة جدا في القانون على التعريفات الجديدة ظهرت في مشروع القانون اللي هو مثلا العنف المادي والمعنوي والاقتصادي، دونك التعريفات هذه مهمة وتتناسب مع المعايير الدولية، غير انه باغ اكزومبل هنا في القانون هذايا غياب العنف السياسي ينجم يكون ممارس من الدولة، ينجم يكون ممارس من الأحزاب على النساء ضد الممارسة السياسية في داخل الأحزاب. الندوة قدمت تجارب عربية مقارنة في التشريعات الخاصة بالنساء ضحايا العنف. تراجع حول قانون الإجهاض، فوجدنا أن فقهاء يعني أصبحوا مقتنعين بضرورة إجراء هذا المسألة، خصوصا في حالات مثل الاغتصاب أو زنا المحارم، يعني فهذا يعني مكسب حقيقي. يعني الجديد يعني في تشريعاتنا يعني الحالية وهو ذكر يعني تجريم العنف ضد المرأة، وهذا التجريم يعني يدخل في باب المخالفة في باب الجناح في باب الجناية. ولئن اشتغلت التشريعات على مستوى وطني وعربي وحتى عالمي على ظاهرة العنف ضد المرأة فللحقيقة وجه آخر إذا ما حولنا البوصلة إلى العنف المسلط على الرجال. ومن بين النساء الكادحات السيدة محبوبة ذويبي، سيدة جعلت من جمع القوارير البلاستيكية مورد رزق لها، يومها طويل خطواتها مثقلة بحمل عائلة هي عائلها، قصة إصرار يومي لتحصيل رزقها تنطلق مع كل يوم جديد. لم تمنحها الرياح العاتية التي تضرب المدينة من الخروج إلى شوارع القيروان، فمنذ ساعات الصباح الأولى حملت أكياسها وراحت تدفع خطواتها المتثاقلة بحثا عن القوارير البلاستيكية. في البقرية لذين اللو كنت نخدم في البلدية قاعدون هاني لقيت في طريف الدبيسة باش ناكل ونشرب بجمعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة هنلم ونتكلموا في التليفون يجيني هز هذا مصيري ونخلص الماء والضوء هاش مشنا بيني بنك ربي قال الحم ما ضقتو ما نضقوش وكلش كي نبيع الطريف البابيس 50,000 اش فيه نقول لي اش فيه وليدي خلي كيف هي لا تعرف كم عمرها، لكن التجاعيد وأنفاسها المضطربة ورعشة يدها قد تختزل كل شيء، لكنها مصممة أن تكمل الرحلة، فلا شيء اختياري بالنسبة لها. ما يعطيني حد، يعطيني رب، يعطيني الله. مشيت النهار عيد قالوا لي بر للعيد، حزيت بطاقتي وقال لي بر نسيبك يعطوك، نسيبي يعطوني نا. ما جاء واحد ولد حلال جاب لي بركوس، وين هي الحقوق؟ وين العقوق؟ كيف ما يعطوكش حتى الماء؟ وين الحقوق؟ في اليوم العالمي للمرأة تبدو هذه المرأة المسنة غير عابئة بما يحدث من حولها ولا تدري شيئا عن حقوقها،
فلا شيء يجول بفكرها غير لقمة العيش. وفي اليوم العالمي للمرأة تقف المرأة العربية في مناطق الصراع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين صامدة، نساء يقفن شامخات متأصلات تأصل زيتونة فلسطينية. في مثل هذا اليوم عام 1908 خرجت الأمريكيات إلى الشوارع فيما عرف بمظاهرات الخبز والورد. على هذه الأرض تعمل النساء يوميا من أجل الخبز وحده، أما الورد فيكفيها منه شوك الشتات. تزرع أرضا ولدت تحت زيتونها، ومع ذلك فهي مجبرة على إثبات أنها صاحبة الأرض. تعلم أطفالها أن من لا يزرع لا يحصد، قبل أن ترسلهم نحو نقاط تفتيشهم وجدرانهم العازلة لاستعادة وطن ضائع. من رحمها يولد الثوار، وفي أحضانها يكبر الحلم، حلم العودة. نساء فلسطين ظلال من غضب وذاكرة من نار، أميرة الزنازين وصاحبة أرض الزيتين، وحين تكون أنثى فلدمعها جذور في أرض فلسطين. يسمون على جراحهن من أجل القضية، من أجل الوطن، من أجل المقدسات، ليسموا على جراحهم أمام السجان المتمترس بالانتهاكات اليومية ضدهم. وجدان أهنكشر أجدان من أجل داعش. في سوريا واليمن والعراق كانت النساء حكاية جميلة، حتى حلقت طائراتهم فوق سمائنا يحتفلن بطرد راية السواد من الأرض عن السماء والبيوت والأجساد والنفوس. يدسن لون السواد ودعن سنوات من حصار الإرهاب، وفي عيونهن خشية من الآتي. على هذه الوجوه عزيمة لا تقهرها سنوات الحرب والحصار على هذه الأرض أو في المنفى. خلال لقاء لها برئيس الجمهورية البلجيكي قايد سبسي اليوم بقصر قرطاج، عبرت وزيرة العدل والنائبة الفرنسية والأوروبية السابقة كريستيان توبيرال عن ارتياحها لمستوى التعاون المتميز بين تونس وفرنسا. توبيرال التي تزور تونس في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ثمنت الجهود المبذولة في تونس لمزيد تدعيم حقوق المرأة، معتبرة أن زيارتها لتونس رسالة دعم ومساندة لنضالات المرأة التونسية. وتطرق رئيس الجمهورية إلى أهم الصعوبات التي تواجه المسار الديمقراطي في تونس، مؤكدا على أهمية دور المرأة والشباب وانخراطهما الفاعل في مواجهة هذه الصعوبات، مبرزا المكانة التي تحظى بها المرأة صلب المجتمع التونسي، ومعتبرا أن ما تحقق لها من مكاسب هو نتيجة لنضالات تاريخية يجب الحفاظ عليها وتطويرها. على إثر الخلافات القائمة بين القضاة التي حالت دون إرساء المجلس الأعلى للقضاء، تعقد لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب جلسات استماع حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وقد شرعت اللجنة في الاستماع اليوم لكل من وزير العدل ورئيسة جمعية القضاة التونسيين ورئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الإداريين. لفك الاختلافات في وجهة النظر بين القضاة التي حالت دون إرساء المجلس الأعلى للقضاء، تقدمت الحكومة بمبادرة تشريعية مضمونها تنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتجاوز الأزمة الحاصلة في صفوف القضاة. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم من بعض الهياكل القضائية. قلنا احنا الحل نعطيه معناها إلى طرف آخر اللي يكون هو بعيد معناها على هالتجاذبات هذه كل، يتمثل في رئيس مجلس نواب الشعب الدعوة لانعقاد أول مجلس. هو لن يترأسه، لن يتدخل في إجراءاته، بل هي دعوة شكلية بحتة حتى ينعقد المجلس. المازلة دي زي ما توفى البلاد، مش معقول تو نحن في شهر مارس، مش معقول لا عملنا مجلس على القضاء ولا عملنا محكمة دستورية. الحل الوحيد هو أن المشرع يتدخل، وفي نص إجرائي ما عنده حتى دخل في أصل القانون. ما يتسماش تدخل تشريعي في شؤون القضاء، بل بالعكس هو وسيلة معناها باش نتجاوزوا بها الأزمة الحالية في انعقاد المجلس. هي مبادرة انتقدها عدد من نواب لجنة التشريع العام ورفضتها رئيسة جمعية القضاة التونسيين، معتبرينها مبادرة وفاقية
فيها مس من استقلالية القضاء ولا تحترم مبدأ التفريق بين السلطات. المبادرة هذه ما معناتها مش حسب ما تقال اللي هي تحب تحل المشكل نتاع الانعقاد وقت اللي بدلت شكون الجهة اللي تدعو مست بصفة مضرة بالنصاب المجلس والأغلبية نتاع القرار فيه اللي هبطت بها بدرجة كبيرة للثلث. وبالتشريعية التشريعية اللي واضح أن هي غير دستورية خطر تزج بالسلطة التشريعية في إدارة شأن القضايا، وهذا أمر متعارض بصورة مبدئية وواضحة مع الدستور، وذلك علاش نحن ما نشوفوش في هذه مبادرة تشريعية بقدر ما هي مناورة تشريعية. على كل حال باش يقع إدخال البرلمان في خصومة نتاع القضاة وأنا مانيش مع هذا. ولتجاوز أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء التي حالت دون انعقاد أولى جلساته، أكد وزير العدل أن الحكومة ستقوم بسحب مبادرتها إذا توصلت الأطراف القضائية المختلفة إلى حل توافقي قبل عرض المبادرة على الجلسة العامة. لو ينعقد المجلس الأعلى ويتفق القضاة رأوا بالنسبة للسلطة التنفيذية معنا حتى إشكال. اليوم لابد أن نبني المؤسسات الدائمة. احنا كي نقولوا اليوم ثم خطة متاع حل لتركيز المجلس مع أمضاو عليها أكثر من الثلثين، فإنه اليوم الوفاق موجود معناتها. هذا وستواصل لجنة التشريع العام استماعاتها لخبراء وممثلين عن هيكل السلطة القضائية من أجل الحسم في الخلافات بشأن المجلس الأعلى للقضاء. وقد تقدمت الحكومة بمبادرة تشريعية تهدف إلى حل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء التي ما تزال مستمرة. يتضمن النص الكامل للمبادرة التشريعية الحكومية ما يلي: مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 من أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. الفصل الأول تعوض عبارته عن النصف الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي بعبارة عن الثلث. الفصل الثاني تضاف إلى الفصل 73 من القانون الأساسي فقرة ثالثة فيما يلي نصها: في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له. الفصل الثالث تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الأساسي. الفصل الرابع تتم الدعوة إلى انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة. وفي القضاء دائما وبدعوة من جمعية القضاة التونسيين ينفذ القضاة اليوم وغدا إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، احتجاجا على انغلاق قنوات الحوار مع الحكومة ووزارة العدل وتراجع الأوضاع المادية للقضاة وتردي ظروف عملهم حسب ما صرحت به رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي. استأنف عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين تحركاتهم الاحتجاجية بتنفيذ إضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية، احتجاجا على ما وصفوه بتهميش رئاسة الحكومة ووزارة العدل لمطالبهم. نظرا كما قلت لانسداد باب الحوار، فإنه ما بقي من خيار إلا تنفيذ التحركات هذه. يستثنى من الإضراب حالات شديدة التأكد كالأذون بالدفن والموقوفين الذين انتهت أجل الاحتفاظ بهم والطفولة المهدئة. إضراب القضاة يأتي احتجاجا على تدهور وضعهم المادي وظروف العمل بالمحاكم، ولعل هذه الصور تترجم ما وصفوا بتردي وضعية بنية المحاكم منها مكاتب القضاة. يعني مشكلة المكاتب مطروح بحدة، لأنه المكتب هو في الأخر بكل هو فضاء متاع عمل، وكذلك هي ضمان المتقاضي. المتقاضي ماذا به مشكلته تكون في فضاء يحترم خصوصيات متاعه. احنا مش باش نتكلموا حتى على تطوير المنظومه الاعلاميه، ومعنيها احنا باش نتكلموا حتى على وسائل العمل البدائيه. معنيش الاستيلو، معنيش الوريق اللي نخدموا بهم. احنا مثلا في محكمه الحجاب نتاع محكمه اللي هما الحاجب بريفيو اني باش هز الدوسيات القاعده الجلسه وباش يهبطهم، الحاجب هذه تلقاه تبع الحظائر.
جمعية القضاة التونسيين أكدت نجاح الإضراب في يومه الأول مع التلويح بمواصلة التصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبها. قالت هيئة الحقيقة والكرامة في مؤتمر صحفي إن لجنة التحكيم والمصالحة تمكنت من معالجة أكثر من 800 ملف ذا علاقة بقضايا فساد والبت في 3 ملفات بشكل نهائي. رفع أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة أصواتهم ليقولوا إنه ليس هناك من موجب لإصدار قوانين جديدة بحجة البطء في التعاطي مع ملفات التحكيم والمصالحة في قضايا الفساد، وأن جهود اللجنة التحكيم والمصالحة أثمرت معالجة أكثر من 800 ملف ذات السلة بقضايا فساد مالي وإداري والبت بشكل نهائي في 3 ملفات. زوز قرارات يتعلقوا بانتهاكات حقوق إنسان وتم تصويت وضعية طرفي هذا الملف، وملف يتعلق بانتهاك فساد مالي وتم تصويت الملف وتم إيداع مبالغ مالية بالخزينة موضوع هذا الملف وتم تصويت كل الملفات الواردة علينا. هيئة الحقيقة والكرامة والتي من المزمع إجراؤه لثلاث جلسات علنية لضحايا الاستبداد أيام 10، 11، 24 من الشهر الحالي قررت دعوة بعض الخبراء الدوليين في مجال التقصي في قضايا الفساد لأجل توحيد المقاربات في ذات السياق، لتوحيد الرؤية، توحيد استراتيجية البحث، توحيد طريقة المعالجة مع بعضنا، لأنه على قدر ما نوحدوا الرؤية على قدر ما المعالجة الملفات باش تكون أسرع. هيئة الحقيقة والكرامة تقول على لسان رئيستها سهام بن سدرين إنها أطلقت استشارة وطنية واسعة مع مكونات المجتمع التونسي حول صياغة مقاربة حيال مسألة جبر الضرر. انعقدت بمجلس نواب الشعب جلسة عامة وجه من خلالها عدد من النواب أسئلة شفهية إلى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وزير الشؤون المحلية والبيئة. كيفية تفعيل نشاط شركة البيئة والغراسة بقفصة، سؤال توجه به النائب عمار عمرو السية إلى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة الشيخ روحو، وذلك في جلسة عامة خصصت لتوجيه الأسئلة. وزيرة الطاقة أشارت إلى أنه سيتم إحداث 3 أنواع من المشاريع، منها مشاريع خضراء لتشجير مداخل المدن ومحيط المناطق الصناعية، ثانيا مشاريع بيئية لتجميع النفايات المعدنية والبلاستيكية والزيوت المستعملة، والنوع الثالث هو مشاريع ذات صبغة فلاحية تهم إحداث منابت للأشجار المثمرة بالأراضي التابعة لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وأراضي أملاك الدولة واستغلال المياه الحرارية الجيوحرارية. كما تساءلت النائبة ليلى أولد علي عن مدى إمكانية تحقيق أهداف تنمية الطاقات المتجددة في آفاق سنة 2020. باش ننطلقوا في هالمشاريع يلزم الأرضية تكون مكتملة، يعني توزيع المخاطر متاع الاستثمار هذية بين الخواص والعموم يلزم يصير بطريقة متوازنة، ويلزم التمويلات كما قلت تجي بطريقة ميسرة. كما تساءل النائب عماد الدايمي عن نتائج التدقيق الذي قامت به هيئة الرقابة العامة للمالية حول صفقة اتصالات تونس لاقتناء مساهمات رأس مال المشغل المالتي جو. أحناه على هيئة الرقابة العامة المالية ونحن ننتظر يعني التقرير النهائي حتى نستخلص يعني نتائج هذا التقرير ونقوم بالإجراءات. اتصالات تونس تنزل 10 مرات أكثر من السوق، وهذا مؤشر سلبي جدا. كما تساءلت النائبة صابرين الجومنتيني عن سبب تراجع نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحانات الوطنية للمراجعة في المحاسبة. تطلع 20% بين 19 و21% كل عام، المعدل في 6 سنوات الأخيرة هو 20.2%، معناها تقريبا 1 على 5 من اللي يعديه وينجحوا. وفيما يتعلق بوزارة الشؤون المحلية والبيئة فقد تم حوار تساؤلات كل من النواب محبوبة بن ضيف الله عن سبب استثناء معتمدي الدوز الجنوبية من النظام البلدي ومراد الحميدي عن الشعور في خطط الكتاب العامين ببلدية الكاف. أما سامي عبو فقد تساءلت عن سبب تعيين مستشار تتعلق به العديد من شبهات الفساد. قضية قبل الثورة فيها منشورة عند القضاء وجاوبتك قلت لي ثم حكم قضايا احنا نحترم القضاء، لا ومش نظلوا القضاء، لا معطيناهش، لا قال عطينا معلومات معطيناهش، لا ثم معناتها واحد وقت لي القضاء يصدر احكامه احنا مش تبقوا احكامه.
هذا وأشار المخر إلى أن شبهات الفساد المتعلقة بالمستشار هي شبهات في التسيير الإداري. عبرت النقابة الوطنية لنواب التأمين خلال ندوة صحفية عن رفضها القطعي لمشروع قانون إعادة تنظيم توزيع شبكات التأمين، داعية الهيئة العامة للتأمين إلى تعديله. مشروع قانون إعادة تنظيم توزيع شبكة التأمين، مشروع وصفته النقابة الوطنية لنواب التأمين بالمدمر، داعية الهيئة العامة للتأمين إلى تعديل عدد من النقاط الواردة فيها، وفي مقدمتها إخضاع النواب إلى امتحان كل 5 سنوات، وهو ما قد يؤثر سلبا على ديمومة مؤسسات التأمين وفق تقديرها. مش معقول كذلك باش نوسعوا بصفة عشوائية شبكة توزيع التأمين. النقطة الثالثة، هناك منحة تعتبر يسميها منحة تعويضية، هذه الاندمنيتي كومبونساتريس، هي عبارة إذا كان نحب نسهله عبارة على الأصل التجاري اللي يكونه نائب التأمين. المنحة التعويضية هذه في القانون المقارن تسند لكل نائب تأمين عندما يكف على ممارسة المهنة في حالة وفاة، أو مع كل الأسف القانون هذا ينص اللي نائب التأمين ما عنده حق في هذه المهنة التعويضية إلا في حالة وفاة تمشي لذويه، وإلا في حالة استقالة أي في الحالات الأخرى الطرد التعسفي أو حتى الطرد لغير تعسفي. كما عبرت النقابة الوطنية لنواب التأمين عن استيائها من عدم تشريكها في إعداد نص المشروع، ورفض الهيئة العامة للتأمين التفاوض معها بشأن النقاط الخلافية. شيلة تبنى لحد الآن في الكود ديزاسيرانس، معناتها على خاطر في بعض جوانب ما يمكنش تطبيقه، المسألة مش مسألة النقابة، مش عجز النقابة. ما عندكم كان عليه الهيكل المسؤول على تطبيق الديزاسيرانس يطبقوا بحذافيره على كل الأطراف. وإذا كان يحبوا التحسين راهو نتيجة تفاوض ونتيجة نقاش ونتيجة مع التوافق. الهيكل النقابي شدد على أنه لا مجال لتمرير المشروع في نسخته الحالية، ملوحا بتنفيذ تحركات احتجاجية جهوية ووطنية في صورة عدم مراجعة جملة هذه النقاط الخلافية. تظل سوق المالية والمعاملات في البورصة أحد الروافد الأساسية لتطوير الاقتصاد، غير أن هذا القطاع ما زال يشكو ضعفا في مردوديته بالنظر لغياب ثقافة البورصة. 10% فقط هي نسبة مساهمة البورصة والسوق المالية في تمويل الاقتصاد، و80 مؤسسة اقتصادية فقط مدرجة بسوق البورصة، أرقام تؤشر على هشاشة السوق المالية التونسية مقارنة بنظيراتها، والأسباب أرجعها المختصون لعوامل عدة. رأسمالة البورصة هي 20 مليار اليوم مقارنة بالناتج المحلي الخام اللي هي حوالي 25%، قليلة برشا بالنسبة مقارنة أكثر من 50% في المغرب ولا أكثر من 70% في الأردن. كان السبب الأول هو ضعف الادخار الوطني اللي هو كان تقريبا 22% في 2010 وهبطنا ل 12% توا. مستثمرين المؤسسات ما همش حاضرين في السوق، وهذا معناها حاجة اللي يلزمنا نصلحوها. غياب ثقافة سوق المال بات يشكل عائقا يحول دون تطور هذا القطاع، أمر دفع بإحدى المؤسسات الجامعية الخاصة إلى عقد لقاء يجمع طلبة بالخبراء لتسليط الضوء على خبايا عالم البورصة. معناش ثقافة كبيرة ياسر معناها في البورصة، هذه معناها فرصة بالنسبة لي أنا باش نجي نشوف ونكتشف شنو معناها الثقافة هذه بالضبط. نظمنا السيمينار هذايا باش نحكيو برشا على البورصة، شنو البورصة، شنو المارشي فينانسي، لامبورتونس نتاع البورصة في الايكونومي ناسيونال جلوبالمون، ولامبورتونس نتاع البورصة للناس اللي ما عندهاش معناتها كيما نقولوا نحنا ثقافة البورصة واللي ما تعرفش بالكدا المارشي بورسي. تحسين مردودية سوق المالية والبورصة بتونس هدف يمكن بلوغه عبر جملة من الآليات حسب الخبراء. الحكومة لازمها تفكر مثلا بتشجيع المؤسسات الكبرى كما المؤسسات العمومية، حتى لو كان يدخلوا قسط صغير من معناها راس المال نتاعهم، مش تكون فيها فايده للمؤسسات نفسها ومش تكون فايده معناها فايده للسوق. مجال كبير عندنا باش بورصه نتاعنا تنجم تقدم وتساهم اكثر في تمويل الاقتصاد، هذا إن شاء الله نجم نوصله وقت اللي يتولي عنا درجات كبيرة في البورصة. المساهمة الفاعلة في نشر ثقافة البورصة والمعاملات داخل السوق المالية من شأنه أن يطور مردودية هذا القطاع ويرفع من عدد الإدراجات.
تطرق اللقاء الذي استهل به وزير شؤون الخارجية خميس جهناوي خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى العراق يوم 8 و9 من مارس الجاري مع رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل مزيد دعمها وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وجاء في البلاغ كذلك أن الرئيس العراقي شاد بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. اللقاء تناول كذلك جهود مقاومة الإرهاب والأزمة الليبية، حيث أطلع الجهناوي في هذا السياق الرئيس العراقي على أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص التسوية الشاملة في ليبيا وفق البلاغ نفسه. وكان وزير الخارجية التقى قبل ذلك وزير التخطيط ووزير التجارة بالنيابة سلمان الجميلي، حيث أكد الجانبان على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة والتسريع بعقد اللجنة المشتركة لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة أمام ضعف حجم المبادلة التجارية الذي لا يتماشى مع الإمكانيات المتاحة في هذا المجال. أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم عن تحرير مناطق جديدة وسط مركز مدينة الموصل غربي البلاد، كما صدت هجوما لتنظيم داعش الإرهابي على مركز المدينة. بدأت معركة الموصل تدخل مرحلة أكثر فأكثر تعقيدا مع اقترابها من المناطق المكتظة بالسكان التي يختبئ فيها الآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بين المدنيين، حيث صرح مصدر أمني بأن قوات من الشرطة الاتحادية والرد السريع وأجهزة مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير مناطق الفاروق القديمة والفاروق الجديدة ومنطقة قبر البنت، وهي من الأحياء الشعبية في مركز مدينة الموصل، وتمكنت من القضاء على العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 4 آخرين منهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من صد هجوم للتنظيم في منطقة الدواسة قرب مبنى محافظة نينوى في الجانب الأيمن من الموصل والقضاء على 6 انتحاريين، كما تم العثور على أنفاق كبيرة تابعة للتنظيم الإرهابي تربط أحياء الموصل القديمة بمناطق غرب المدينة تحتوي على سجون للمدنيين وأدوات للتعذيب وأسلحة خفيفة ومواد متفجرة، بالإضافة إلى قوائم بأسماء الذين تم إعدامهم على يد التنظيم الإرهابي. كما تمكنت القوات الأمنية من إطلاق سراح 10 مدنيين معتقلين لدى التنظيم بعد سماع صراخهم في مبنى صغير تابع لمراكز أمنية بالموصل. وعلى جبهة أخرى من القتال، تمكنت وحدات بالجيش ومقاتلين شيعة من عزل الجانب الغربي من الموصل عن بلدة تل عفر بعد السيطرة على طريق يؤدي غربا من الموصل إلى بلدة تل عفر. وفي زيارة له لمدينة سليمانية بكردستان العراق، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراق سيواصل ضرب أهداف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا وفي بلدان مجاورة بعد موافقتها. وأضاف العبادي أنه يحترم سيادة الدول وأنه حصل على موافقة سوريا على ضرب أهداف على أرضها ولن يتردد في ضرب مواقع الإرهابيين ومواصلة قتالهم. كما لفت العبادي إلى التعاون بين القوات العراقية والبشمركة الكردية وثقة المتبادلة في ميدان المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي. قال مصدر عسكري أفغاني أن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه مسلحون على مستشفى عسكري بالعاصمة الأفغانية كابول وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وبدأ الهجوم بتفجير انتحاري قرب المستشفى قبل تمكن عدد آخر من المهاجمين ليرتدون أزياء طبية حدد عددهم بـ3 على الأقل من دخول المبنى وإطلاق النار عشوائيا على من اعترض سبيلهم وحتى المرضى. في الرياضة، انتهى الاجتماع المنعقد اليوم بمقر جامعة كرة القدم بين عدد من أعضاء المكتب الجامعي وثلة من رؤساء أنديتي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية بإصدار بلاغ التزموا فيه خاصة بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر الصفو العام، ونددوا فيه بالتصريحات غير الأخلاقية الصادرة خلال الأسبوع الفارط. أفضل اجتماع الذي دعت إليه جامعة كرة القدم اليوم حضره عدد من ممثلي أنديتي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية بإصدار بلاغ التزم فيه رؤساء الجمعيات خاصة بتطبيق القرارات والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجامعة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر الصفو العام. وندد المجتمعون بما اعتبروه إصرار برنامج الأحد الرياضي على تبييض تصريحات المشينة التي تسيء حسب زعمهم للمشهد الرياضي، كما تعهد رؤساء الأندية بصياغة ميثاق شرف رياضي يلتزم به جميع مسؤولي الأندية وتنخرط فيه وسائل الإعلام.
انا كنادي الافريقي معناتها نددنا بظاهره معينه جات من الاتحاد الرياضي من غير الاتحاد الرياضي نحن باش نقعدوا نندوا بها اللي هي معناتها التصريحات اللي خارج على اطارها ايا كانت حتى كي باش تخرج في السينين باش نندوا بالسينين مش معناتها هذايا معناتها موجه للاتحاد الرياضي او للتلفزه الوطنيه معناتها هذايا نندوا به يعني كمبدا هي مساله مبدئيه لا اكثر ولا اقل معناتها مش مستهد فيه ان التلفزه الوطنيه او الاتحاد الرياضي. اجتماع مسؤولي الأندية بأعضاء المكتب الجامعي كان فرصة أيضا لتدارس السبل الكفيلة بإنجاح ما تبقى من الموسم الحالي من خلال التزام كافة الأطراف باحترام الميثاق الرياضي والعمل على نشر الروح الرياضية. إن شاء الله نهاية الموسم تتعدى معناها على خير. ثم مسؤولية معناها ساعة قبل كل شيء في عاتق رؤساء الأندية فهمتني لازم تقوم بها خاطر مهما كانت التشريعات مهما كانت القوانين ثم حاجات اللي مش متعودين بها كجمعيات وخاصة في المستوى مع الاحتراف. اليوم اللي شفنا الناس كنا الوضع ما هوش باهي في البلاد معناها اليوم كرة قدم التونسية هي من واقع البلاد معناها الناس كلها تتحلى بالرصانة في الفترة هذه بالذات حتى تخرج تونس بر الأمان والرياضة جزء لا يتجزأ من تونس وإن شاء الله ما يكون كالخير إن شاء الله. الاجتماع على أهميته يبقى غير كاف للقضاء على الظواهر السلبية العديدة التي تعيق تقدم كرة القدم التونسية. تقام بعد قليل الدفعة الثانية من مباريات إياب ثمن النهائي من مسابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم، إذ ينزل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على برشلونة الإسباني، فيما يستقبل بروسيا دورتموند الألماني بنفيكا البرتغالي. ستكون جماهير برشلونة الإسبانية الليلة على موعد ناري أمام الضيف الفرنسي العنيد باريس سان جيرمان في مواجهة تعتبر ثأرية بالنسبة إلى المدرب لويس إنريكي الذي يسعى لتحقيق انتفاضة بمعقل البارسا والإطاحة بنادي الباريسي إثر رباعية الذهاب بملعب حديقة الأمراء والتي بعثرت أوراق الفريق في سيناريو غير متوقع جعل الكل يستبعد عودة برشلونة حتى بمعقله في لقاء الإياب وحرزه خماسية أو حتى سداسية، لكن البعض يشير لأن البارسا قادر على استعادة الهيبة وانتزاع ورقة العبور إلى الدور القادم مستفيدا مساندة جماهيره والانتعاش القصوى بالليغا لتحقيق شبه المعجزة أمام المنافس الفرنسي. أريكا كان شدد على صعوبة المواجهة وطالب الجماهير بإسناد الفريق في تصريح تجنب خلاله الحديث عن جحيم الكامب نو على غرار بيبي رينا الحارس المخضرم لنابولي الإيطالي والذي شبه سان باولو بجحيم ريال مدريد، غير أن كلامه جانب الصواب هذه المرة وبات فريقه خارج المنافسة. يوناي إيمري المدرب السابق لإشبيليا والمشرف الحالي على حظوظ باريس سان جيرمان يدرك جيدا أن لا مجال للهفوة أمام برشلونة بل وجب الاحتفاظ برباعية الذهاب والأسبقية خصوصا وأن فريقه لم يقبل أي هدف ما يجعل الحظوظ مضاعفة في نيل بطاقة العبور شرط التحلي بالواقعية والحذر أمام منافس يتقدم تاريخيا على الأندية الفرنسية ولن يرضى بمغادرة المسابقة على أرضه وعلى يد فريق يعتبر من أندية الصف الثاني قاريا إذا ما جازت المقارنة بين هذا وذاك على امتداد تاريخ المنافسة بنسختيها القديمة والجديدة. أما بسيجنال إيدونا بارك فسيكون بروسيا دورتموند الألماني على موعد مع ضيفه بنفيكا البرتغالي الفائز ذهابا بهدف دون مقابل بملعبه لالوج، هدف لن يحبط من عزائم أبناء المدرب توماس توخل السعي نحو مجد أوروبي غائب منذ 4 سنوات ببلوغهم نهائي ويمبلي. وما بين الفترة الذهبية للمدرب السابق للمارد الأصفر يورغن كلوب وخليفته توخل تغيرت عديد الأمور وبات الفريق مطالبا بالذهاب أكثر في مسابقة أمجد الكؤوس ولما لا بلوغ ربع نهائي نسخة الحالية رغم بعض الغيابات التي ستسجل في صفوف الفريق أبرزها غياب الهداف ماركو رويس. تم النشر مشاهدينا وهذا تذكير بالعناوين. توسيم ثلامنا العسكريين والأمنيين والمدنيين من المشاركين في ملحمة بنجردان ووزير الداخلية يقول إن تونس لا تتعرض حاليا لأي تهديدات إرهابية. في اليوم العالمي للمرأة إرساء لجنة لمراجعة عطلة الأمومة والأبوة وما قبل الولادة والمصادقة على استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء تتواصل رغم المبادرات، وزير العدل يؤكد سحب مبادرة الحكومة في حال وصول الأطراف المختلفة إلى حل. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.